عندنا اليوم كذلك وصفة بما أنه رانا في موسم البرد فنحبوا ناكلوا ديك الحاجة السخونة اللي تدفينا كما نقولوا فوالا وفي نفس الوقت مكونات بسيطة لكن اليوم حنديرها بلي بات صغار تاع تريدة بصح ماشي تريدة تراديسيونيل باش نتفاهموا تاع لي باكي اندستريال فوالا سي جاكي تشوفوها شكون كل مقارون يعني هي ماراهيش تريدة تراديسيونيل فوالا وراح نديروها بالمرقاز وراح نعطوهم يعني ذوق مختلف جدا اذا حنشوفوا المقادير مع بعضنا وراح نشوفوا طريقه التحضير اذا واش نسحقوا في المقادير عندنا محبيبه تاع المرقاز نقطعوهم على زوج يكونوا خضوره كما راكم تشوفوا ونسحقوا قلنا شويه تاع هذيك التريده اللي قلت لكم لي بات كاريسا اللي تجوا في لي باكي ماشي تراديسيونيل باش نفهموا فوالا كي نقولوا اندستريال عبود حبيقوا بلا فاري ماشي لا فري هذيك طيابها ما نخلطوش تخلي بعد ما رجعت رجعت وجهها منور ما شاء الله الله يخليك بنورك ريحت عبود ريحت شوف فيها نقول الزهره وجهها ما شاء الله راه منور الله يخليك بنورك عبود شكرا شكرا اذا نكملوا اذا عندنا هنايا البصل مقطع عندنا حبه طماطيش كبيره مقطعه كذلك عندنا الثوم سينه تاع الثوم مفروم عندنا ملعقه كبيره ونص تاع طماطم مصبره عندي هنايا شويه تاع المارغرين مع شويه تاع زيت المائده وعندنا هنايا مهزيج من القرعه وزروديه مقطعين في الرقيق شويه جلبانه اللي ما يحبش الجلبانه يقدر يدير شويه حميصه يقدر يغير وعندنا هنايا شويه تاع القزبر اللي هو الحشيش مقطع في الرقيق وعندنا في التوابل الكربيه الفلفل الكحل والفلفل الحلو في الاحمر حلو وعندنا بيان سور الملح والماء باش نمرقوا فوالا اذا بالنسبه نعاودوا لي لهاد لي بيتيت باتي هضرت عليهم هادو ما تحبوا كي نديروا المرقه ترموها لداخل الطيب معها ولا تحبوا تغلوها من قبل ومن بعد هذيك تجمروها في المرقه ديالها لانه شوفي رقيقه بالفرينه وما فيها والو ماشي غير طيب في دقيقه راكم رايحين طيبوها يعني اذا ندوزوا نحضروا قبل المرق تاعنا هذا مكان يلا على بركة الله مشاهدينا الكرام شوفي وزاكية على بالكم زاكية مليح نديروها نغيروا شوية من نبدلوا شوية شوف وسيلة اسمحي لي فقط عادة معجنات تكون زاكية لما طيبوها لي بات سي فغي لي بات كاملة زاكيين سمية كاملة يخرجوا سورتو هذه هاد لي بتيت بات ثاني راح نديروا مزيج بين الزيت والمارغرين تفضلي شوف هكذا سي بون درت الزيت انايا اه درتي الزيت ايه سبقتك راح نذوبوها الزبده متحقيها الشاف يعني درت شويه شوفيها لا لا هذه متحقيها لا لا من بعد هذيك لكن نقدروا نديروا لها اون نوازيت مليحه تعطينا بنه بنينه نعم هكايا شاف يعني انت ما شاء الله عليك دائما تجيبي الوصفات تاع وقتهم برد الحال صبت فيها الشتاء كذلك واش عندنا في البيت يا زهره واش عندنا يعني كذلك يعني كما نقولوا الخضر اللي متواجده في الموسم اكيد من هذو الخضر ديري تدبيره ديري تدبيره الفطور الحشاء صح كما قلت عبود وخاصه يعني نعرفوا انه حتى يعني المعيشه راهي غاليه فبالتالي احنا نسيو يعني كيفاش نرضيو الجميع كل مره واش نجيبوا لهم ميلا باريزون ما عندهاش المرقاس حابه دير دجاج ولا دير واش عندها في الدار ما كاش مشكل كذلك كذلك شاف هنا قطعنا البصل يتقلق كذلك هنا القرعه تاعنا والزروديه قطعناها في رقيق حتى اللي ما يحبوش الخضر ربما ما ياكلوهاش ما تحسيلهاش سميه سي فغي يعني كي تقطعي حاجه رقيقه نحطوها دو كوتي نعم هكذا نقلوا البصل نقلوا بركتو توجور باش تخرج لكم مرقه بنينه لازم نقلوا مليح المكونات تاعنا البصل اه وي لازم نديروا شويه ثوم هكذا على شكل سمية يعطيني الطماطم هذيك ثاني طماطم كذلك نقلوها اه وي لازم نقلو يعني كلش مع بعضه كلش مع بعضه لازم لازم باش تخرجي مرقه خاطره عبود انا في الشتاء عبود ما شاء الله عليك باين تعرف طيب طيب عبود يقسو كيما يقولوا والو واش من طياب كيما يقولوا عيني عليك برده علاش ايه راك بعد في العين زعماتك انت الصباح قلت لي نطيب و... نطيب ولكن طيب خفيف يعني مش هذاك الطياب الثقيل كيما تاعكم انتوما معليش والله غير الاحسن انه الواحد يطيب داخل البيت خير من اللي يروح يشري يعني ماكله من برا ماكله نظيفه تعرف فعلاً. حتى صح. المكونات تعرف انت واش درت راح نحطوا كذلك في هذه الاتاي نديروا لي زيفي تاعنا اللي قلنا الفلفل الحلو والفلفل الاسود كربية والكربيه هذا مكان اللي يحب الحار يقدر يديرها حاره نعم حبيت نقول لك شاف زيدي لنا شويه حار باش من بعد ناكلو اه يا خلاص نديروا الحار كاش مشكل زهره تحبي الحار آه شويه برك لا خاصة فصل الشتاء ولا غير مليح الحار فيتامين سي مليح الحار كاين واحد بما انك درتي شاف لي بات ممكن سمية وزهرة ثاني هما يكونوا شافوها كاين الناس بزاف اللي ياكلوا يكونوا ياكلوا في لي بات ومعاهم الخبز
كاين بزاف اللي ياكلوا حتى نقول لك حتى الكسكس كاين اللي يحبوا ياكلوه بالسوميه. والمشكل الكسكس اصلا هو فيه النشاء عجين وتحط وتزيد تاكل معاه العجين. انا عبود نشوف انايا الكسكس طبق بالك توفقون راه متكامل باسكو فيه العجين فيه البروتيين فيه الخضر نشويات عنده كل شيء يعني وش نزيدوا له الخبز لكن تبقى سيدي هذه ادواق ادواق فوالا ما نقدروش نعم والله نحكي لكم حاجة أنا شخصيا نحب ناكل كل معجنات بدون خبز يعني المعجنات عندي في العائلة تاعي بنات خالاتي يعني منين شفا لهم ملي كنا صغار سواء طعام سواء رشتة يعني المعجنات عموما مش يديروا ياكلوا هذاك الطعام ولا رشتة ولا أي كان معجنات وإذا كان معاه الدجاج ولا اللحم يخلوه يعني يخلوه على 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 جنب يكملوا ياكلوا الطعام ولا رشتة يحكموا هذاك اللحم ولا الدجاج ياكلوه مع الخبز هذه العاده تاعي يعني عاد لا لا ماشي تاعي والله ما تاعك تاعي هذه العاده تاعي انا دائما يعني نسالهم سؤال نقول لهم واش هذا السر تاكلوا ولا تاكليه مثلا لو كان تكوني تاكلي في الرشته وتحطي فيها الدجاج تاكلي اوكي يجيك بنين ولكن لما تاكلي الرشته وحدها نعم بالك انا ديما الدجاج بالخبز يجيك الدجاج يجيك هذاك الدجاج ولا اللحم بنين اكثر يلا عبودة وعطلنا جديدة من هذه حاجة جديدة نسيو جربوها وتشوفوا إذا المشاهدين احنا في هذه الأثناء كنت حطيت قلنا البصل والطماطم والثوم والتوابل يعني يتقلاو لي مليح مليح زدت حطيت عليهم الجزر مع القرعة مقطعين في الرقيق حطيتهم مع شوية تاع الجلبانة هذيك اللي كنت حطيتها ودرت الملح والتوابل تاعي دوك حندير الطماطم المصبرة نعم هكذا فوالا هكا تقللنا كل شيء مليح نزيدو كيف كيف الطماطم بعد تيك نحط كذلك المرقاز ديالي نعطيه لك شويه ونمرقو مازال شويه مازال وقته يلا نفتحو يعني شاف المرقاز يطيب في هذيك لاصوص فوالا في هذيك لاصوص الزهره هذا ما يطلق البن ربما تاعو بيان سور يطلق بنتو كذلك ويطيب لنا مع هذيك الخضار ومع هذاك مع كلش يعني طبق بزاف بنين كذلك نبدلو حتى بنين داك حتى الاطفال لما يجوا يعني من المدرسه يشوفوا حاجه جديده نعم نعم وعلاش لا لا لان عطاني نمرق سوميه تفضلي المدافي دائما ايه فوالا هكذايا وكذلك الوصفات اللي تقدمهم يا شيف والله العظيم غير شوفي فتره غير مقصيره يعني المراه اللي تكون مستعجله ولا صح يعني كنت تقدر ديرها يا ربي ما نفع توجد طبق يوجد لنا كما قلت وصفاتك الشيف وسيله كلها سريعه ما شاء الله الحمد لله يعني لانه لا كذلك نراعي الوقت نعم سوميه نعم مراعاه الوقت في كثير نعم من الاشياء نعم يعني كاين اطباق تاخذ وقت كبير لكن حنايا نراعي الوقت باش نكونوا في هذوك ال 20 دقيقه سوا سوا مع المشاهدين نعم هكذا قبل ما نرمي المرقاز المشاهدين راح نخليها حتى تبدا تغلي لي يعني هما واحد دي مينوت لي طاطي الوقت يطيب لي الجزر القرعه وهذيك الجلبانه من بعد تيك نرموا المرقاز ديالنا لانه المرقاز تاعنا ما ياخذ وقت كبير في مده قليله يعني صغيره راح يطيب لنا اذا نغلقوا عليها نخليوها تغلي نعم وسيله يعني العطله راهي قربت ممكن يوم العطله راح نتهناو يا عبود يعني بكل صراحه انا راح نتهنى بحاجه ازدي حمورهم لا سيركيلاسيون لا سيركيلاسيون وي سي فري وكذلك حنا ثاني نتهناو من الاطفال هم داروهم حطوهم لكن يبقاو لك الاطفال في الدار فهذا هو سؤالي كيفاش تتعاملوا مع الاطفال انت وسميه داخل البيت انا والفو انا يعني كبار في العطلة. فبالتالي والفوا انهم يقعدوا الحمد لله ما عنديش مشكله عبود يعني كما نقولوا صح لانه كاين بزاف اللي كاين ما كاش يسيب لي يشد لولاده في العطله ايتو لكن لا الحمد لله كبار يعني نوجد لهم كل شيء يعني يفطروا يقعدوا كل واحد في شومبرتو ما عنديش اشكال كامل الحمد لله حتى وين ندخل انا للبيت ونعيط لهم في الهاتف نسقسي عليهم اكيد هذه حاجه باينه ربي يخليهم لك يسلمك انت مازالوا صغيور انا في الحضانه تما انا ما عنديش عطله عبود هي تخليه في الحضانه اكيد هنيتي يعني تخليه في الحضانه احسن سميه يعني أحسن. تبقي مهنيه يعني خلته في الحضانه شيء جميل صح. جدا لكن شوف وسيله انت في عادتك في البيت يعني وش هي الوصفات الاقرب الى قلب ربما العائله نتاعك انا شوف ملي كانوا صغار تعودوا على انهم ياكلوا كل شيء ياكلوا الخضار ياكلوا هذه انت عودتيهم يعني بيان سور هذا هو الام هي اللي تعود لانه ديفا كاين امهات تقول لك انا وليدي ما ياكلش ما كاش من الطفل ما ياكلش انت كيفاش ربيتي وعودتي ابنك اذا وكنتي كان ياكل كنتي طيبي الخضار وتولفي له ياكل راح ياكل اذا كنتي من النوع اللي ما تكسريش راسك معاه لانه بالك في الاول بالك يرفضها لكن مع الوقت تولي انت تحببيها له اذا انايا ياكلوا كل شيء ما عندي حتى اشكال ياكلوا كلش تقليدي ولا عصري كاش اشكال عبود
جميل جدا. هاوي لا ياكلوا كلش. اه اصلا وسيله انت في وصفاتك اللي تقدميها لنا فنشوفوا بزاف الخضره اللي تحطيها في لازم الخضره شوفي وكذلك تنوعي. يقول لك انا ما نحبش الباذنجان تحطي له الباذنجان على طريقه مختلفه اللي هو ما يعرفش باللي راه ياكل الباذنجان. هذا هو علاش هذوك تهضري مع اليوم بالك نتلاقاو كي تقول لك انا والله ما ياكلوا لي راهم يعني مشي بيني ما ياكلوش الباذنجان ما ياكلوش القرعه ما ياكلوش لكن واش ياكل هذا باش حيكبر ما كاش منا يكبر غير باللحوم سي طافي لازم ياكل يعني الخضروات لانه من مهمين حتى لي بات عباك بليك لازم خطره في الاسبوع وناكلوا حاجه تاع نشويات لوغي المقارون لازم يعني ناكلوا هذه الامور سينو كيفاش الجسم تاعنا راح يكبر ما ننساوش كذلك حتى الخضره مالوغوزمون رانا ناكلوا تاع البيوت البلاستيكيه يعني للاسف ماشي كيما يعني كنا زمان كل شيء في وقت وكل شيء فوالا دوك الفلفل دوك هذوك سميه بالك تشري الفلفل ماشي بني ما عنده بنا ما عندوش بنا ياك هكا انت شتي كذلك نعطيكم باش تعرفوا انه انا مانيش ناكل يعني حاجه انا نقول كانه ناكلوا في خيار اكزاكتو صامت عبود صافي دي فوا نقلوه تاكليه غير بالخبز والملح تمام لي بنين كيتقلي باغ كونتخ الجلبان راه في وقته راه مليح الجلبان هذوك راه في وقت القرن وكذلك لكن دي فوا كي تروحوا تشريو اكزاكتومون الجلبان وقت نديروها الجلبان والقرن طبيخه اذا تشدوا حبه تاع الفلفل يسيبوها ثقيله ريماركيو كي تو باسكو لي دوبي معمره بالماء الداخل الفلفله ما تجيش ثقيله هكذا كي ترفدها خفيفه حنا كي نرفدوا حبه معروف الفلفله بلي خفيفه يعني خفيفه جدا حاول يعني جرب كي ترفدوا حبه في فلسيبوها ثقيله ماشي نورمال. كذلك كاينه حاجه حبيت نهضر عليها بما انه عبود سالك سؤال عن العطله وعن وليداتك ان شاء الله ربي يخليهم لك كذلك اللي سميه كاين العديد من النساء شفناهم نعرفوهم شفناهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعد كي تجي العطله تكره باسكو علاش ولادها حيقعدوا معاها في الدار حيقلبوا لها راسها. حبيت برك نوصل رساله للنساء اللي راهم يقول لك صاي سي فغ باغ كونتر لازم تفرح نقول لك انه لا هذيك 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 موضوع اخر لكن الغزو غزو دار الاجداد او ديار الاجداد والله غير مليحه واللمه هذيك هذيك اللي نعقلوا عليها كي نكبروا قلت لك تهنيت نحبهم كي يطلعوا للدار بصح بالله عليك لما تروحي وسيله ربما تروحي البيت مثل الكثير من النساء انا عندي في العائله الكثير هذه الحاله طبعا هي من الحالات المستعصيه جدا التي ليس لها دواء حرب يعني عالميه ثالثه الغزو غزو البنات باولادهن الى بيوت يعني الاجداد يعني خال الله يبارك ويجيكم كامله ما شاء الله تسع والله فرحه ولا ارواح غير نقول لك عبود ولا غير سيلو شاغ باسكو حنا ثاني كنا كي نكونوا فاكونس بون لاننا متجددين هنا في العاصمه يعني حنا كاع هنايا ما نغزوش نروحوا بالك بالويكند ولا ما عندناش هذاك تاع البلاد يجي ويروح احنا كيفاش يعملوا يعني الكثير من انا في العائلات الجزائريه ما شاء الله هذا انا نحس انه مازال العائله الجزائريه محافظه على اصولها لما تلقي الاخوات هذاك رباط الاخوه بيناتهم الاخوات يتفاهموا على موعد معين ثم الجيوش كلها تغزو الاجداد في ذلك الموعد من عند الجده يضربوا موعد في ذلك الموعد يعني غير هذاك ولا باسكو يشوف مع الدراري على بالك سميه كيبداو يكبروا يفقدوا ديك البراءه صحيح. يعني بالك يكونوا صغار يكونوا يلعبوا اكزاكتومون يعني. كاين هذيك النوستالجي تو لكن بعد والله يا عبود بالك وتحتشوف انت ثاني حتى مع ولاد خاوتك كي يكبروا خلاص كل واحد يجبد روحه فلازم انا نقول لهم استمتعوا بهذوك الاوقات تاع الجده والجد خاطر اليوم وحي بالك العام الجاي ماهوش معاكم تولوا تفكروه برك في القعدات وهي رايحه ومن بعد الدراري يكبروا على بالك واحد لاتي هذه سنه الحياه سميه واحد لاتي بهمومه واحد لاتي بخدمته فبالتالي يفون بروفيتي في هذوك لي مو هذوك والله تعالى لا لا وحده يعني الحمد لله لكن احنا بيتنا جميل جدا شاشتنا جميله وبيتنا وبرنامجنا احنا بيتنا احنا عندنا قلبنا كبير وقناه الوطنيه اكيد وكبيره بزاف وكبيره بطاقمها وبعمالها اذا كما قلنا مرحبا بهم مجددا اللي عاودوا ورجعوا والتحقوا بنا باش يعرفوا بالك ما شافوش في الاول كنا درنا قلنا هذيك تريده اندوستريال ماشي يعني تراديسيونيل فوالا دي باد هذوك كاري صغار درناهم بلاصوص تاع المرقاز والخضار كذلك واش نقول لك الريحه راهي دايره حاله اذا سيداتي اللي كانوا شافونا شافوا كنا مقبله درنا لاصوص لكن هذيك لي با تاعنا قلت لكم تحبوا ترموهم داخل لاصوص يطيبوا يا ربي دقيقه ولا تحبوا باغ اكزومبل تغلوهم من قبل انا غليتهم وجمرتهم هنايا شوفوا بلاصوص دوك حندريسيوهم نعم مع بعضنا هنا هم مجمرين يعني فوالا كنا جمرنا لاصوص حطيناهم دوك حندريسيو هكذا حتى تشرب يشرب اكزاكتومون مليح لازم يتشربوا مليح هذيك لاصوص هكذا
صح واحد الرائحه مشي لنا الكرم من بعد تبان لك الشغله تحط لنا في الروس تاع طايله ايه طايله الشيف واعر ونحطوا دوكا هذيك المرقاس ثاني انا حبيت نحطوا قدامكم هكذا بيان سور مشاهدينا الحشيش ليك فوالا خليت لك الحشيش ليك فوالا سميه الله الله اللمسه الاخيره دائما سميه الله يخليك اللمسه الاخيره بلا اللمسه الاخيره شاف بلا ما تشم وبلا ما دير لنا هذيك لوبسيون هذيك لازم نزيد شويه زيدي شويه معليش مازال من بعد زيدي ديري لهم ليهم خلاص فوالا اذا كما راكم تشوفوا الطبق تاعنا راهو واجد حاضر ما ياخذ وقت كبير وبنين انا نقول لكم جربوه وراسلونا وعطونا لي غوتور تاعكم شوفوا سي لحقا يعطيك الصحه دائما شكراً يعني بدعينا بوصفاتك الحمد لله المهم نجيبوا لهم دائما حاجه جديده وفي متناول مقدورهم يعني على قدرتهم الشرائيه كذلك نعم كنا كذلك حضرنا معكم شاهدنا الكرام في وصفتنا الجماليه ولا في التدبيره لنا اليوم كنا حضرنا القهوه معكم طبعا اللي راح باش نتفاداو ربما الروائح اللي تكون داخل الثلاجه نعم اذا مشاهدينا الكرام علينا غير نقول لكم شوف بصحه بصحه ولهنا ولهنا عليكم تلاقاو غدوه ان شاء الله في عدد جديد.